هنعرف تفاصيل أكتر من دكتور فايد عطية، أستاذ علم الفيروسات. مساء الخير يا دكتور. وفي بداية الحديث يعني كلمنا عن وجود العديد من السلالات الفرعية لمتحور أوميكرون. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ ريان وبالسادة المشاهدين. هو الأوميكرون ده نوع أو سلالة أو نقدر نقول تنوع جيني من الكورونا أصلا، بس واضح إن هو عشان كان فيه تغيرات كتيرة في الجينات الخاصة بيه والفروق الكبيرة في التتابع الجيني ما بينه وما بين الكورونا الأصل، فبدأ هو نفسه يظهر منه متحورات وطفرات جينية كتير جدا. يعني كان آخر حاجة كان فيه 5 سلالات المعروفين قوي والمنتشرين، بس مع الرصد والتتبع والتحليل الجيني بدأ يظهر أكتر من 500 أو 600 سلالة من الأوميكرون فقط. ده هيزيد أكتر من فرص الإصابة، هيزيد أكتر من الانتشار، وخاصة في التوقيت الشتوي اللي احنا فيه ده اللي بيبدأ معانا من 12 لحد نهاية مارس. طيب آخر المستجدات إيه فيما يخص الفيروس يعني ومتحوراته المختلفة، فيما يخص يعني شكل الفيروس دلوقتي، أثره على المريض، هل هو أضعف نقدر نقول، هل مازال في خطورة على بعض الحالات؟ هو الفكرة كلها مع زيادة التحورات الجينية، يعني كان الأوميكرون آخر حاجة كان بيقال عنه إن هو سريع الانتشار ولكن خطورة أقل، ولكن إحنا المتوقع في علم الفيروسات إن مع زيادة الطفرات والتحورات الجينية ده ربما يكسب الفيروس صفات مقاومة أكتر لبعض الأدوية، صفات مقاومة أكتر لبعض اللقاحات، يديله ميزة أكتر إنه يهرب من الدفاع اللي بيعمله الجهاز المناعي فيخليه أعنف. أعنف دي هتفرق من شخص لشخص، ما فيش 2 شبه بعض على فكرة في يمكن الإصابة بفيروس الكورونا أو بالعديد من كلنا مختلفين في كفاءة الجهاز المناعي. أعنف هتفرق حسب عمر المصاب، هو طفل ولا شخص شاب ولا بالغ ولا رجل مسن فوق 60-70. أعنف هتفرق حسب الحالة الصحية للمصاب، هل في معاه أمراض مزمنة أخرى زي أمراض القلب والشرايين وأمراض الكلى وأمراض نقص المناعة، ولا الشخص ده سليم معافى فتبقى الإصابة أقل حدة وأقل خطورة من شخص تاني. لكن هل إحنا ممكن نشهد يعني موجة جديدة من انتشاره دلوقتي في فصل الشتاء يا دكتور؟ هو ده المتوقع بشكل كبير جدا، وانا يعني يمكن نوهت مع حضرتك من اكتر من 2-3 شهور ان مع دخول فصل الشتاء وزيادة التحورات والتطورات الجينية زاد الانتشار، اصل ده بيتنقل بالعطس بالكحة بالرذاذ بالتلامس، فدي البيئة الخصبة في التوقيت اللي احنا عايشين فيه ده. هل اتفضل يا دكتور. مع قلة التعرض للشمس، مع الزحام، مع التهاون بتاعنا احنا بقى في الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، فده بقى فرصه سهله جدا لزياده الانتشار. يعني كان اخر حاجه الاوميكرون بيقول ان الشخص المصاب ممكن يعدي 200، ده كان اخر رقم بيتكلموا فيه. اعتقد ممكن الانتشار يزيد عن كده كمان لو تهاوننا اكتر في الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، ويعني ظنينا خطا ان الكورونا بما فيها الاوميكرون انتهى. طيب خلينا نروح برضو للفيروس المخلوي التنفسي اللي زاد الكلام عليه في الفترة اللي فاتت، على الرغم من ان هو فيروس قديم، ما هو شيء جديد. ليه الفترة الأخيرة أصبحنا بنسمع كتير عن الفيروس المخلوي طالما هو مش حاجة مستجدة؟ يعني هو موجود يمكن من سنة 57، تم اكتشافه 1957 والتعرف عليه. فيروس تنفسي بيعمل التهاب في الرئتين والمجرى التنفسي، معظم الأطفال أصيبوا به قبل نهاية العامين من عمرهم، ولكن ممكن يصيب البالغين ويصيب الشباب. المشكلة في إيه؟ إن إحنا مع الإغلاق اللي بدأ من 2020 الفيروس نفسه بدأ يتحور. هي كلمة السر في علم الفيروسات هي الطفرات والتحورات الجينية. بدأ يتحور فجنا الموسم ده اللي إحنا فيه 2022 بشكل أكثر انتشارا شوية، بشكل أكثر خطورة شوية، ولكن دي برضو بتفرق. يعني الأطفال اللي أقل من سنة لا، خطورة بتبقى أشد شوية، غير بعد السنتين، غير بعد 10 سنين. الناس اللي عندهم أمراض نقص المناعة وأمراض الجهاز التنفسي الخطورة بتبقى أكتر. الأعراض بتاعته بتبدأ من 4-6 أيام بعد التعرض للفيروس، ممكن تبقى أعراض خفيفة، سيلان أنف، حاجة كده شبه الزكام قوي، سعال جاف، حمى ضعيفة، وممكن في حالات تانية حسب العمر وحسب الحالة الصحية الاقي بقى ضيق نفس وازيز في الصدر والاقي صعوبه في التنفس ونقص اكسجين، ووقتها لازم دخول مستشفى ولازم المتابعه المستمره.
وبترتفع معدلات، نقدر نقول انه بترتفع معدلات الاصابه بيه، وهل برضه هو مستمر معانا خلال فصل الشتاء زي كورونا ولا لا، ولا نسب الاصابه هو ده الموسم بتاعه برضه؟ احنا بنتكلم في نفس اطار الاصابه بالفيروسات التنفسيه، البرد، الانفلونزا، الكورونا، المخلاوي التنفسي، كل دي مجموعه من الفيروسات، ده موسم انتشارها. ده يعني الفيروس الار اس في او المخلاوي التنفسي بيتنقل عن طريق التلامس، عن طريق العطس، الرذاذ، عن طريق السعال، ممكن يدخل الجسم عن طريق الانف او الفم او العين حتى اثبتوها حديثا، او تلامس سطح مصاب بالفيروس وهو ثابت جدا على الاسطح لمده تتجاوز الست ساعات. ولكن احنا المجمل هي اصابات طفيفه، المجمل هي اصابات بتتعافى منزليا بالادويه المعتاده، خوافض الحراره، حالات بسيطة جدا لا تتجاوز 5% اللي هي بتتطلب دخول مستشفى واجهزة تنفس. هل يعني مصل الانفلونزا المعتاد العادي السنوي ممكن يقلل من فرص الإصابة بالمخلوي؟ هي المشكلة كلها او كلمة السر برضو ان اللقاحات الخاصة بالكورونا بتحفز كفاءة الجهاز المناعي. بتعمل حاجة اسمها تحفيز للجهاز المناعي الأولي. وبالتالي انا ببقى جهاز المناعي نشط على درجه عاليه من الكفاءه، فلما لا قدر الله يصاب بالمخلاوي التنفسي بتبقى اصابه اقل وبيقدر الجسم يتعامل معاها نوعا ما. هي المشكله في حاجه ثانيه، لو الشخص اصيب بالمخلاوي التنفسي وفي نفس الوقت اصيب بالكورونا او بفيروس انفلونزا، بتبقى الحاله صعبه شويه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور فايد عطيه، استاذ علم الفيروسات.